هذا جيراننا الاثول رشيد سعد احكي عليه، طلعت مبدل واقف في الباب سلم عليه داس على حذائي، قلت له لك انت اثول ما تشوف؟ قال ايش بيك يا معود؟ قلت له دمرت الحذاء، قال دي يلا هسه حذاك فت قندره. صديق هذا الاثول هو نفسه، رحنا تغدينا يمه فمردنا نطلع تكون مور تلبس الحذاء، قلت له جيب لي كرته صفن بوجهي طب طلع قال هاي ما عندي معده اجيب لك شاحنه مال جالكسي. هذا مثل من كنت بالمدرسه كان ستول جديد، يعني كلمه ستول جديده علينا صح بالابتدائيه، المدرس قال ما بجيب الستول، ما خليت شيء بالاداره ما جبت بالاخير ما وجدت جبت بيك انا حملت. لا يا نفسي قاعدين سولفه طبعا الحين طش قاعدين، قلت له اقرب النعال، قال وين؟ قلت له على روتانا سينما وين يا غير.